بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم النهاردة غرزة تريكو جديدة. غرزة جميلة جدا، حلوة قوي لو في جاكيت او بلوفر ما يكونش فيه فراغات كتير. يمكن تكون الغرزة مش باينة قوي في اللون الغامق، بس اتمنى ان هي تكون باينة هنا. علشان نعمل الغرزة دي لازم غرز البداية تكون مضاعفات العدد 8، وممكن كمان نستخدم إبرة كروشيه اللي مش هيعرف يلقط الخيط بإبرة التريكو. طيب، غرز البداية لازم تكون مضاعفات العدد 8، وهنشوف دلوقتي الغرزة بتتعمل ازاي. انا عندي اول غرزة، غرزة حافة، هسحبها وده هيكون اول سطر. تمام، انا المفروض اعمل سطرين عدلة وسطرين مقلوبة في الظهر. هعمل في الوش سطرين عدلة وفي الوش سطرين مقلوبة، كده 4 سطور. فهخلصهم علشان ابدأ الغرزة بتاعتي. السطر الخامس هنبدأ فيه الغرزة بتاعتنا. هعمل أول حاجة غرزة حافة، وبعد كده هعمل 1 عدلة، 2، 3، 3 عدلة. تمام، طيب أنا عندي هنا السطر الرابع، الغرزة رقم 4، وده السطر الخامس. أنا محتاجة من السطر من الغرزة رقم 5 او الصف رقم 5 والغرزة رقم 3 فيه من فوق. عد 1 1 2 3. هدخل هنا، هي دي الغرزة اللي انا هشتغل فيها الوردة بتاعتي او المروحة بتاعتي اللي هي دي. تمام، انا هدخل في الغرزة رقم 3 من الصف الخامس، 1 2 3. هدخل هنا في الفراغ رقم 3 من تحت الإبرة وهسحب الخيط بتاعي. هعمل بعد كده 2 عدلة، 1 2. اللي مش هيعرف يسحب بالطريقة دي بإبرة الكروشيه بيدخل في نفس الغرزة ونسحب الخيط ونحطه على الإبرة. هنعمل كمان 2 عدلة، 1 2، وهنكرر الحكاية دي في نفس الغرزة، سحب الخيط يعني في نفس الغرزة للمرة رقم 3 ونحط الخيط على الإبرة. بعد السحبة رقم 3 هنعمل 4 عدلة، 1 2 3 4. تمام، هبدأ أكرر الغرزة دي مرة تانية في السطر التالت من الصف الخامس. عد 1 2 3، وهدخل بإبرتي واسحب الخيط. اعمل بعديها 2 عدلة، 1 2، دخل إبرتي في نفس الغرزة مرة تانية واسحب الخيط.
واعمل اتنين عدلة مرة تانية، واحد اتنين، وادخل بإبرتي في نفس الغرزة واسحب الخيط للمرة التالتة واحطه على الإبرة. بعد المرة التالتة هعمل أربعة عدلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، بسيب أول صف ما بشتغلش فيه، بدخل على الصف التاني، تالت غرزة من تحت، من تحت آخر غرزة على الإبرة، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة، واسحب خيطي، بدخل في قلبها واسحب خيطي، اعمل اتنين عدلة، واحد اتنين، ارجع مرة تانية في نفس الغرزة واعمل واسحب خيطي، واعمل اتنين عدلة، واحد اتنين، مرة تالتة من نفس الغرزة واسحب خيطي. كده بقى عندي ثلاث خيوط، هعمل بعد كده أربعة عدلة، واحد اتنين تلاتة أربعة. أول صف ما بشتغلش فيه بدخل على الصف اللي بعديه، تالت غرزة، واحد اتنين تلاتة، أول فراغ لأ، تاني فراغ لأ، تالت فراغ بدخل فيه بإبرتي واسحب الخيط، واعمل اتنين عدلة، واحد اتنين، بدخل في نفس الفراغ مرة تانية، الفراغ اللي طالع منه الخيط أول مرة، واسحب خيطي، واعمل بعديها اتنين عدلة، واحد اتنين، مرة تالت، مرة تالتة في نفس الفراغ هسحب خيطي واعمل بعد تالت مرة اربعة عدلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، اخر مرة في السطر ده، اول صف ما بشتغلش فيه، تاني صف، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، هدخل بإبرتي واسحب خيطي زي ما قلنا ممكن نسحبه بإبرة كروشيه، ادخل مرة تانية واسحب خيطي واتنين عدلة، واحد اتنين، ومرة تالتة، هتبقى عندي غرزتين اعملهم عدلة. السطر السادس مقلوبة، بس هناخد بالنا ان المقلوبة او الغرزة اللي جنبها سحبة الخيط هتتعمل خيطين مع بعض علشان ما يبقاش عندنا تزايد في الخيوط. فهنا اول واحدة سحب لانها حافة، واحد، هنا دي خيطين مع بعض، هاخدهم الاتنين مع بعض، بعد كده واحد، بعد كده اتنين مع بعض، بعد كده واحد، بعد كده اتنين، خيطين اتنين مع بعض، هنعد واحد اتنين تلاتة، خيطين اتنين مع بعض، هنعمل لهم مقلوبة الاتنين مع بعض، بعدين خيطين مع بعض هاخدهم مع بعض، بعدين واحدة مقلوبة، بعدين اتنين مع بعض، بعدين واحدة مقلوبة، بعدين اتنين مع بعض، بعد مرة تانية، واحد اتنين تلاتة. ناخد بالنا علشان ما ناخدش خيوط بزيادة او اقل، هنا الغرزة واللفة هاخدهم مع بعض، مقلوبة اتنين مع بعض، خيطين مع بعض، وبعدين واحدة، وبعدين خيطين اتنين، بعدين واحدة،
بعدين خطين اتنين مع بعض، اتنين تلاتة، هنكرر البطرون ده لنهاية السطر. طيب السطر السادس نت كله عدلة يعني كله، والسطر السابع كله مقلوبة، ونرجع تاني الثامن عدلة، والتاسع مقلوبة، وبعدين العاشر نبدأ نعمل الغرزة دي تاني، بس هتبقى مختلفة شوية. فهخلص الأربع سطور دولت ونرجع نشوف احنا هنعملها ازاي مرة تانية. ده السطر رقم 7 هعمله كله عدلة، و8 مقلوبة، و9 عدلة، و10 انا اسفة 5 السابع عدلة، 8 مقلوبة، و9 عدلة، والعاشر مقلوبة. وهنرجع نشوف السطر اللي بعدهم هيكون ازاي. يعني احنا عندنا سطرين عدلة وسطرين مقلوبة. العدلة في الوش والمقلوبة في الظهر. طيب انا خلصت الاربع سطور المفروض اعملهم. السطر السابع كان عدلة في الوجه، الثامن مقلوبة في الظهر، التاسع عدلة في الوجه، العاشر مقلوبة في الظهر. السطر ال 11 هنبدأ نعمل سطر من الغرزة دي مرة تانية، بس هيكون العدد مختلف. هنالأول نعمل سحب للحافة، وهنعمل بعد كده 7 غرز عدلة. 1 2 3 4 5 6 7. هنبدأ نكرر تاني الغرزة بتاعتنا. هنيجي عند 1 2 3، انا سبت اول صف، تاني صف، 1 2 3، وهسحب خيطي، 2 عدلة، 1 2، وارجع تاني لنفس الغرزة بتاعتي او نفس النقطة اللي انا سحبت فيها اول مرة، وهسحب خيطي تاني، ومرتين كمان، 1 2 2 عدلة، وارجع تاني لنفس النقطة اللي انا سحبت فيها مرتين قبل كده، واسحب فيها تالت مرة، واسحب منها الخيط تالت مرة. بعد كده هعمل 4 عدلة، 1 2 3 4، اسيب اول صف وادخل على تاني صف وعد 1 2 3، اسيب اول فراغ، تاني فراغ، تالت فراغ، اسيب اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، وهسحب منها من قلبها خيطي، 2 عدلة بعديها، 1 2، وارجع تاني في نفس النقطة وهسحب خيطي مرة تانية، 1 2، ومرة تالتة من نفس النقطة هسحب خيطي. اللي مش هيعرف يسحبه بالطريقة دي يقدر يسحبه ب إبرة الكروشيه. عد بعد تالت سحبة، 1
اتنين، تلاتة، أربعة. أسيب أول صف وأدخل على تاني صف، تالت غرزة من تاني صف هعمل فيها الغرزة بتاعتي، سحب، اتنين عدلة، واحد، اتنين، سحب، اتنين عدلة، تالت سحب. نسحب المرة دي بإبرة الكروشيه، ونحط قطنة على الإبرة. بعد السحب التالت بنعمل أربعة عدلة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. بقي عندي في آخر السطر خمس غرز هعملهم كلهم، أنا أسفة، ست غرز هعملهم كلهم عدلة. السطر رقم 12 هيبقى مقلوبة، بس ناخد بالنا اللفة هتتعامل مع الغرزة اللي تحتيها، او السحبة هتتعمل مع الغرزة اللي تحتيها. عندي هنا خمسة، ستة، دي السحبة والغرزة اللي تحتيها اخدهم مع بعض، بعدين واحدة مقلوبة، بعدين السحبة والغرزة اللي تحتيها، بعدين واحدة مقلوبة، اخر سحبة في اول غرزة، بعد كده واحد، اتنين، تلاتة، بعدين نرجع مرة تانية السحبة او اللفة اللي كانت على الابرة والغرزة اللي تحتها، وبعدين واحد، بعدين واحد خطين، وبعدين واحد، بعدين خطين، وبعدين واحد، اتنين، تلاتة، نرجع مرة تانية، اتنين، واحد، اتنين، واحد، اتنين، واحد، اتنين، تلاتة، واحد، اتنين، واحد، اتنين، واحد، اتنين. اخر سبع غرز هعملهم عدلة. ده شكل الغرزة بتاعتي. أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. توفيق، والسلام عليكم.